ايه الرابع؟ السؤال الاول قال لك احسب تردد الاشعاع الازرق، هل يمكن؟ دونك حنا كنعرفوا التردد هو كنعرفوا سرعه انتشار الضوء في الفراغ، هو طول الموجه في الفراغ ديال الازرق في التردد ديال الازرق، واضح؟ دونك حنا بغينا التردد ديال الازرق هو سرعه انتشار على طول الموجه في الازرق، واضح؟ دونك السرعه هي 3 × 10^8 على طول الموجة ديال الأزرق اللي هي 478.6×10^9. نحسبو دونك قالك هل نعم، لأن اللامدا أصلا كتنتمي، لأن اللامدا كتنتمي ل 400 800 نانو، من المجال المرئي كيكون في 400 800. السؤال الثاني قالك يرد على يرسل من باع السابق حزمة ضوئية متوازية مكونة من الإشعاع نصف المنشور، وحسب سرعة انتشار اللون الأحمر في المنشور يعني في. احنا عندنا معامل انكسار، كنعرفو أن معامل انكسار ديال اللون الأحمر هو سرعة انتشار الفراغ على في الوسط، إذا أحمر هو السي على إن إر. ونحسب هي 3 × 10^8 على معامل الانكسار ديال الأحمر اللي هو 1.612. نحسبو قالك هنايا ما هي الخاصية، دونك خاصكم تعرفو بلي الزجاج و المنشور هو وسط مبددة، يعني كي وسط مبدد السرعة ديالو كتغير، يردو 3 يردو الإشعاع الأحادي اللون مهم عبر على معامل انكسار الزجاج بالنسبة للأزرق بدلالات. دونك حنا كنعرفو على معامل انكسار ديال الأحمر وطول الموجة في الفراغ، سرعة انتشار الفراغ على الوسط، و إن ديال تا هي سي على في ديال البلو. دونك غنديرو المقارنة، سي هي إن إر و في إر، كتساوي في نفس الوقت هي إن ديال البلو فوا في ديال البلو. دونك إلا بغينا السرعة هنا نبغيو معامل انكسار ديال الأزرق ومعامل انكسار ديال الأحمر و في إر على السرعة ديال الأزرق في وسط ال... دونك هنا السؤال 3 1